مهمومة طايح عليها الضيم، كانت جالسة في واحد القهوة، راسها حاني ومرة مرة كتسرق الشوفة في اللي جالسة حداها. حشومية بزاف، معمرها جلست في شي قهوة، تربات في البادية، معمرها عرفات بحال هاد الشي. هاد السيدة اللي عمرها دابا 66 عام كانت جالسة مع واحد المسؤولة واحد الجمعية، كتسمع ليها باش تعرف شنو وقع ليها. اما هي كانت كتشرب من الكاس وتشوف حداها لا يكون شي حد كيشوف فيها. عمرها تعودت تجلس في القهوة، قدر جابها تشرب قهوة بلون حياتها، كحلا ما شافت فيها شي حاجة زوينة. مدة طويلة ما جات لهذه المدينة، لكن دابا بزز عليها تجلس في القهوة وتسافر لهذه المدينة الكبيرة على ديك الفيلاج اللي ساكنة فيه. عينيها كانت زرقاء باين عليها الضرب، وفرج ليها جرح كبير اكثر من هذاك اللي في قلبها. مسكينه ما لقات الربح حتى مع واحد، كل شيء خوى بها وبقات بوحدها مع ولدها اللي كيعاني من اعاقه جسديه. ما عمرها قنطات به، كانت كتخدم وتتعب عليه باش تجيب ليه الدواء وما ياكل. حكمت عليها الظروف، ماشي بحال ديك اللي غنى عليها المغني، لكن حكمت عليها باش تدوز حياتها في تمنها ومصابقي لها كحل الراس. في ديك الليلة كانت جالسة كتفرج في التلفازة ما عليها ما بيها، اللي سمعت شي حركة ماشي عادية وسط الدار. خرجت تشوف شنو وقع، لقات ديك ولد الحومة المعروف بالجبروت ديالو جاي في اتجاه ديالها. عرفت بلي ديك الليلة ما غاديش تدوز على خير، بدات كتطلب اللطيف وترغب فيه. اما هو فشدها وبدا يضرب فيها كانه كيسالى شي كريدي باغي ينتقم منها، كيقول لها في الفلوس ما لقى والو حيت ما عندهاش ما تخبي عليه. شتت كلشي في الدار حتى لقى واحد 600 ريال كانت مخبيها ونساتها. كانت ناويه تشري بها الدواء لولدها المريض، ما رحمهاش وما رأفش لحلها وخبكات ورغبته. السيد اللي عنده سوابق كثيرة خاصة في التجارة في المخدرات مشى، وفي نهار اخر رجع باش يسرقها من جديد. السيد تغول عليها حيت ما عندهاش اللي يحامي عليها. هاد المرة ما لقاش كيف يدخل للدار، وخبغى يهرس عليها الباب. مسكينة كانت كترعد خايفة من النوم، أما هو فدايرة فيها حسيفة وحلف لي ينتقم منها حيث ما عندهاش ما تعطيها. دازت أيام كثيرة، وفي واحد النهار كانت ماشية حدا واحد الخربة راجعة لدارها، ملي تلاقاها وجرها بالزز داخل الخربة. عيات مسكينة ما تغوت، لكن حتى حد ما سمعها، كل شي كان ملبد في دارو. كل وحشية اغتصبها وضربها وما خلى ما دار فيها، قبل ما يطلق سراحها ويهددها بالانتقام الى شكات به. كان لابد تمشي عند جدرمية بس وضحت لهاد الطاغية اللي حول حياتها الجحيم قنطة بها. جدرمية استمعوا ليها وفي وقت وجيز اعتقلوه، قدموه للوكيل العام اللي حالوا على الجلسة مباشرة. ظرف 5 أيام كانت غرفة الجناية تحت هي، سرعات بالملف ديالو لم ترحمه حيت ما عمرو رحم ديك السيده المسكينه. حكمت عليه في اول جلسه كيمثل فيها امام غرفه الجنايات، عطاتو 8 سنين للحبس نافذه. الحكم بكاه لا ما يحس بالندم، فدحت اللي دار ديك السيده المسنه. هو اراك ما تفرح عندها.